النتيجة مغربي شلطوهم شي 3-2 3-1 إن شاء الله. إن شاء الله تربح 4-0 تعاود نفس السيناريو ديال القديم اللي كان في مراكش. 2-0 إن شاء الله. 1-0 2-0 2-1 الفوز الصالح ديالنا ونديوان صاحب الجلالة بصفته الرياضي الأول. 3-0 إن شاء الله، 3-0 إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. فيف لو ماروك، فيف لو ماروك. ديما مقابلة اليوم غتكون مقابلة إن شاء الله طبعا غتطغى عليها الرياضة، لأن طبعا المقابلة الرياضية مسائل السياسية معروفة شكون اللي كيدبر لها وشكون اللي كي هذاك الشيء، هذا الشيء راه معروف ما حتاش نهضروا فيه، ولكن بالنسبة للرياضة غتبقى ديما في إطار ديال الرياضة بالتنظيم المحكم ديال ديك اللجنة اللي كتشرف عليه. بالنسبة للاعبين أو المدربين راه واعيين، الناس واعية وواعية 100%، وغنقدموا التهاني ديالنا للمنتخب اللي غيتأهل طبعا، وحنايا كمغاربه طبعا كنتصدروا بان المنتخب ديالنا اللي يتأهل، واللي تكون مقابله عاوتاني ثانيه، واللي غتكون ما كانش دربي غيكون كلاسيكو مع قطر، عاود تكون مقابله عاود عالميه ان شاء الله، ونشوفوهم ان شاء الله في النهايه. وهادشي كامل كيشرف الكره المغربيه وكيشرف المدرب المغربي. نتيجة غتكون يعني امور غتكون مزيره، ما نساوش لان باش يخرج تلعب عادي ما تخرجش تلعب عادي، يعني كل واحد فيهم يعمل احتياط، كل واحد اي لازون ديالو فهمتيني، ميليو ديالي ميليو ديالك، وحنايا غنخدموا يمكن على كونتر اتاكيس، يمكن على ماركاج انديفيديول هذه ما فيها شي شاك فهمتيني، لي بوان فور ديالهم راه غنحاولوا نشدوها لهم، لي بوان فيبل راه نحاولوا نلعبوا عليها. النتيجة مغربي شلطوهم شي 3-2 3-1 ان شاء الله. اللهم يسر. السياسة تبقى بوحدها والكرة نلعبوا الكره ديالنا. كنتمنى دوز المقابله روح رياضيه اولا باش يتمتع الجمهور، يتمتع بالمقابله، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى النصر للفريق الوطني، وحنا عندنا الثقه فيهم، الثقه كامله بحكم تبارك الله عليهم جم مقابلات لعبوها ثلاثه مقابلات لعبوها وعطاو النتائج، زعما كل شيء كيراهنهم انهم اللي غديو، ولكن حنايا اليقين ديالنا في الله سبحانه وفيهم كذلك. 3-0 ان شاء الله، 3-0 ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فيف لو ماروك، فيف لو ماروك، عاش الملك وعاش النهضه ان شاء الله. كنقولوا ضروري المغرب على حساب كيبو ديالنا وما ندخلوش السياسه مع كره، وان شاء الله تربح 4-0 تعاود نفس السيناريو ديال القديم اللي كان في مراكش، وان شاء الله يكون شيبي اللاعب ديال اتحاد طنجه قديم يماركي لنا عاود شي قوي مزيون فيهم. 2-0 ان شاء الله ديال المنتخب ديالنا، وكنتمنوا مقابله تالي في اجواء اخويه، وما يدخل حاولوا ما ندخلوش السياسه مع الرياضه فهمت، حنا كجيران مع بعضنا نخليو كره كره وسياسه بوحديتها. وعندي امال على ان المنتخب الوطني يفوز، وكاين تفاؤل على ان الفوز غيكون الحليف ديالنا، وهي مقابله في الحقيقه مقابله صعيبه كتثير الفضول ديال جميع المهتمين الرياضيين في العالم، لا العربي ولا في العالم ككل، ولكن كتحبس الانفاس ديالنا حنايا وكتعمل لنا واحد شويه ديال الضغط، وحنا المغاربه راه ما كيختلفوش جوج على ان المنتخب الوطني خصو يربح وراه غادي يربح ان شاء الله، خصوصا ولا ان البطوله هذه السنه هذه كتعرف واحد النقله نوعيه بحكم التغطيه الاعلاميه، بحكم المنتخبات المشاركه، بحكم المستوى التقني الجيد اللي درس به مجموعه ديال المنتخبات، وكذلك التتبع الجماهيري الكبير. حنا النتيجه على ما كرهناش تخرج اكبر عدد ممكن من الاهداف، ولكن دابا اللي مهم اكثر من النتيجه هو اننا ننتصر. طلبوا من الله السميع العليم على ان دائما كنقول الفوز في الصالح ديالنا، ونديوان صاحب الجلاله بصفته الرياضي الاول، وطبعا والزياره ديال القجاع للمنتخب الوطني راه دعم كبير للمنتخب. كنقول الخبا فهمتي المغرب ديالنا ان شاء الله ولا يغلب فهمتي، حنا كنتوقعوا ان شاء الله يا ربي. شحال النتيجه اللي يقدر يغلب بها؟ ماكسيموم الخاو ديالي 1-0 2-0 المهم المغرب ديالنا يغلبوا السهله مع الخاو ديالي. زعما كلاسمون ديالو مزيانه وديك الملاعبيه تا هما عاوتاني كيلعبوا مزيان، والمدرب تا هو عاوتاني راه قايم بالواجب ديالو. المشكل ماشي عند المغرب، المشكل دابا عند الجزائر، دابا هذوك الناس ديال الجزائر هما اللي عندهم هذه المشكله، هذا ماشي الشعب، هما الشعب بعضياتهم راه خاوه خاوه كيقولوا.
باش غير خاوة حنايا راه الدم كيجري بعضياتهم صاحبي، راه الناس مناسبين صاحبي، راه مزوجين، راهم عندهم راه عائلات مغربية راه مزوجة بعائلات الجزائرية، وكذلك عادة الجزائريين باغيين يغلبوا والاخرين غادي يغلبوا، وهذا الحفيز هذا حفيز كروي صافي، هو كيلعب على القميص ديالو، كيلعب على الكرة، خصو يبين راسو. كذلك المغرب عاوتاني الجزائر تا هو عاوتاني ديك ملاعبي خصو يبين راسو، كيضربوا على 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 حقهم في الكرة، ملاعبي كامل لاعبي. ديما مراك تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.